بأمرين في البدايات. الأول التوبة، لأن التوبة هي المغتسل الروحاني لله عز وجل. قد يقول القائل: ذنوبي كثيرة ومخالفاتي عظيمة وتقصيري واضح وفاضح وإعراضي فادح وأنا في خجل من مولاي، فكيف أقدم على إله غذاني وأكرمني وقابلت الشكر وقابلت النعم بغير الشكر؟ فما السبيل إلى ذلك؟ أقول لك: أبشر، إن ربك عز وجل قال في كتابه العظيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. انظر أخي، انظري أختي، النداء القرآني لم يتوجه إلى العصاة فقط أو إلى المنحرفين فقط أو إلى المقصرين، ولكن النداء توجه إلى جميع الأمة، إلى الطائع والمقصر، إلى المستمسك والمفرط، إلى القائم والمضيع، إلى كل الأمة. وتوبوا إلى الله جميعا جميعا.